مرحبا يا اختي. انا لطيفه، نسكن حي الزهور الرابع الحريريه، ام محمد امين المبارك، ياكم يعرفوه. اختي لطيفه، محمد امين اليوم عنده مشكل صحي كبير، مريض. ربي يشفيه، ربي اعطيه معطيات على مرضه. شنو بالضبط؟ محمد امين كان يصب في الشميوف العزيز عثمانه في الدم توا، وليله في العظم، ولا يصب طول عمليه توا، حاليا اربع عمليات في شرطة بعظم توا. ولدي انا نحكي معاكم، ولدي في الدار كنت في شؤون اجتماعيه باش ياخذ له جرايه بالماء، خاطر ولدي طايب، ولدي طايب، حسوا بيا يا ناس، ولدي صغير، مازلت كي وصلت للدولة، يا ناس اللي في قلوبكم الرحمة، وصلوا لي صوتي للعلاج ولدي، ما طالبة شيء، ما طالبة شيء، يا ناس طالبة كان تعالجوا لي ولدي وتقفوا لي مع ولدي، طالبة زرع، طالبة أي حكاية منكم. جعفر القاسمي ما لقيتوش، ما لقيت حد نجري ياخذكم، راني بتصعد ونصلحه، عزيز عزيز عثمانه ثلاثة سبيطارات، وولدي مطيش، ولدي صغير، اغزروني لوجه الله، راهو لا عنده لا تاني لا والي، لا عنده عم، لا عنده عم، لا عنده حتى واحد، عماته وعموماته وجماعة البلاصات هي اللي توكل فيه، هي اللي تصرف عليه، هي اللي تكلف في الامبيلونسات، هي كل شيء، جيراني اللي قايمين بولدي، وطلعوا للحريرية البلاصات وسألوا على محمد أمين، تو الناس الكل تحت. محمد أمين قداش عنده مريض؟ توا عنده خمسة سنين، توا خمسة سنين، كان يصب في الشمي وفي الدم، توا ليلو في العظم، توا لينا في العمليات، أختك وليت حالتي رث على ولدي، حسوا بيا راني ما حشتي بشيء، حشتي بولدي، منعوا لي ولدي. شنو هي اليوم، شنو هي المطالب الأساسية اللي باش يعمل؟ طالبة هنا شوفوا لي حل، تعاونوني عليه، على ماكلتو، على ياغورتو، على دبشو، على معناتها الزرع، نعرفش كيف. الطبيب شنو قال له؟ شنو لازم يزرع له؟ ومازال الطبيب توا حاليا ما قعدوا يعملوا له في العمليات، في العمليات توا حاليا الغدوة خميس باش يدخل يصب الشيميو، ولدي كي يصب الشيميو يتقلب، ولدي صغير يتيب، ما حس بيه حد، كان هنا حس بيه، ما حس بيه حد يا ناس. يا ناس شنو لازمه مثلا في الفرش؟ في الفرش لازمه جرايه خاصه، جرايه خاصه معطوهالو اليوم جماعه المرشدات شؤون اجتماعيه، هما اللي وقفوا معايا، اما اوراق وهم تصوروا شنو نوريكم، اعطوهم يعني تو مشى للتضامن باش نسلو جرايه بالماء لولدي للدار. يا ناس علي راني دعيت من ربي، قول له ما صار تعرضني كاميرا وتصورني، وين الدولة؟ كي ولدي مطيش، وين الدولة؟ المسؤولين ما وقفوش معاك؟ المسؤولين اليوم فين وقفوا؟ البارح شؤون اجتماعية يرحم والديك ووالديهم، أما باقي كل ولاد حومتي ولاد البلاصات اللي وقفوا لي مع ولدي، كبير وصغير يرحم والديهم هذوكم. شنو عملوا من عمليهم؟ توا عامل أربعة وكف الدار، أربعة، آخر واحدة خرجتو نهار الاثنين، أربعة غدا باش يدخل يصب ولدي الشميو. نحولوا عظمات ولدي، صار فيا ولدي يا ناس. يا ناس ما كسبني طفل راهو صار فيه، يا ناس راني نبكي على ولدي بدموع الدم صغير، راهي الدولة ما حاستش بيا. الحومة نتاعك شنو؟ حي الزهور الحريرية. المسؤولين ما جاوكش؟ ما جاني حتى مسؤول، ما دق علي حتى واحد الباب، قلت لك جيراني هما المسؤولين، جيراني هما اللي يوكلوا فيه ويشربوا فيه وياخذوا له في الياغورت ويطلع المناعة، وجيراني يتكري له في الامبيلونسات، جيراني يصلي في حي الزهور الرابع على محمد ميتا، والناس الكل تحكيكم، مسؤولين ما جاني. ماكلة خاصة هو؟ ماكلة خاصة، يا غرت وكعبة بعد شنلفة، يا عند مرت خالي، يعلم بيا أختي كير ربي، يعلم بيا كير ربي، كارية راني كارية، راني ظروفي تعبة يا ناس يا مسؤولين، يا رئيس عص علينا، يجي أشوف الوضع يا ولادي، يجي أشوف بالكرا وراجلك يخدم يا راجلي مجلود او دوسي راجلي عنده جلطه راجلي راجلي بطال راني اختك عذبت راني اختكم عذبت منعوا لي ولدي ما طالبه شيء يا اخوي يا دوله منعوا لي ولدي راني مش عند ما حشيش بالمقرونه والكسكسي منعوا لي محمد امين بالدنيا عندي الرافيه راني يبل على ولدي ايش يقول لك الطبيب يقول يعني ولد عمليات ام يدخلوه كيما غدو يصبوا له الشميو ويحطوا لي طيشوا لي البر هذا طايب بمرض ولدي بستين وبسبعين ولدي يده مطيش لي في الدار يصب ويحطوا البر يصب ويحطوا البر لا ماتي خمسه سنين في المرض هذايا ولدي توا مشيلو في العظم يا ناس يا ناس حسوا بيا راني يم شويه على ولدي محمد امين هو اسمه محمد امين مباركي معروف معروف يا ناس حسوا بيا ولا عنده لا عم ولا عمه ولا جد عمومته وفاميلته وهما جماعه البلاصات راه باش تكمل انت عليها خاطر ما صحتها عليها ما عادش تنجم مسكينه بجاه ربي طالبه من السيد الوالي بجاه ربي يا سيد الوالي
اقف معاها بجاه ربي. راهي الناس اللي عند اللي ما عطيتوها ديار راهي ثم ناس ما تستحقش، هاي الناس اللي تستحق، عندها اللي تامه وعندها المعمولي وعندها اللي مريض بالكونسير ومطيش. توا شهرين الكريت يقفلها مولات الدار ما داروا عليها الجيران، شهرين مش خالصي، شهرين مش خالصي. يا سيد الوالي راني ما طالبه من حد، ما طالبه منك حتى شيء، طالبه منك تتلفت للحاله هذه وتساهمها، تحسبها في الديار، تحسبها في غرت ولدها، تحسبها في كل شيء. اليوم شنو مصاريفها بالضبط؟ مصاريف محمد امين مسكينه والله العظيم، والله العظيم حاله كيما اليوم ما لقيتش باش تشري لي غرت. انا باش نحاولوا مع التضامن بعثونا لهم تو. قداش من يلزموا في النهار من ياغورتها؟ يلزموا اقل حاجه يلزموا 5 ياغورتات. ياغورتها الواحده بقداش؟ الواحده ب 11500. منين مش تجيبها؟ ياكل كان هما؟ ها؟ ياكل كان هما، كان ياغورتها؟ ياكل ياغورت، يلزموا شويه كبده، يلزموا شويه هكا، يلزموا حاجات لا مقرونه لا كسكسي لا حتى شيء. انا تو قلت لهم، قلت لهم راكم مش تعطوها المقرونه الكسكسي، ايش باش تعمل بيهم؟ مرا بالدم، مرا مجلوطه راه. مرا مجلوطه راهي. فسر لي اليوم محمد امين الله يفرج عليه. محمد امين توا قداش عمره؟ اصبر يا سي، هذاك ولدي هذاك كلا الكونسير يا ناس، شوفوا الدولة ويني. ولدي مشى، ولدي مشى ابتلاء من عنده. وين الدولة؟ ويني وانا في الوضع هذا يا اختكم على ولدي؟ 8 سنين عمره توا. 8 سنين وينو من الدولة؟ ويني ويني ولدي كده للشر؟ وينكم انتم ولدي؟ والله ورزقتي، والله والله رب، وينكم؟ والله رب ولدي. انا 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 كان جا عندي قرتها انت، انا مرت خالها كان جا عندي. استني لطيفه، انا كان جا عندي، انا البارح وقت الطفل قال دينا ماما جيا جعت، عمل لك ايه؟ قال هي ماما جيعه. صدقيني تحتي 10000، تحتي 10000 ما تزيد حول واحد. انا على الله خاطر انا بيدي، انا مرت خالها، رجلي مجلوط، رجلي مريض بالعصاب، عنده بطاقه اعاق. انا كان جا عندي ما نخليهاش للدوله. انا كنت تخدم مسكينه، كانت في ريستوران. انا كان جا عندي ما نخليهاش للدوله. انا كان جا عندي ما نخليهاش للدوله، ولو اني يرحم والدينا المرشدين نتاعنا نتاع ريانا راهو انا ما يمش تابع بالنسبه لي. انا نحكي رجلي مريض ولادي مرضى وقفوا مع الله. المرشدين نتاع شكون لازم يقفوا معاه؟ نتاع تونس، ولايه تونس. اعملوا شبيه ولايه ريان، انا لاقيه ولايه ريان، الله يرحم والدين المرشدين تاع ولايه ريان. يا اعملوا كيفهم يا ولايه تونس، اعملوا كيفهم. البلاصات كما لقيتهمش ولتحوتي ياكلوا لي في الامبيلونس ب 90 وب 100 باش يهزوا. امبارح طفل 17 سنه وقت اللي دخل وانا واقفه، قالها تتا لطيفه 17 سنه تحتي كان 5000، خذي بها حاجه لمحمد امين. الرقم نتاع محمد امين وام محمد امين باش نعطوه للياس معوفينا، 58 899 946. الناس اللي قادره تعاون خاطر محمد امين يستحق معاونتنا. احنا كتوانسه لازم نقفوا معاه، لازم مصروف خاص، ماكله خاصه. نعاود الرقم 58 899 946. اي حد من التوانسه في تونس ولا في الخارج اللي يحب يعاون يتصل بها. بري يرحم والديكم. الكلمة الأخرى اللي تفرج فيا، حاولوا وصلوا لي صوتي، حاولوا وصلوا لي صوتي للدولة مال باش يرفعوا يهزوا لي ولدي، يمنعوا لي ولدي، يمنعوا لي ولدي، ما طالبة شيء. برا الله يستركم، الله يستركم، وصلوا لي صوتي للدولة، الله يستركم. راه والكلمة الأخرى هي يرحم والدين وولاد الحلال وولاد الحومة وولاد البلاصات، راهم هما اللي يهزوا لي ولدي، ما نساولهمش هذاك الكل. ربي يشفيه. الكلمة الأخرى ميمة.